هذه اللي سويتوا التمرين بتحلوا وايد مشاكل في البزنس مالكم، سواء اللي ما دخل بزنس او اللي الحين دخل بزنس او اللي بيطل يبدع في البزنس. اوكي التمرين يقول احنا عندنا سيكل، جبنا السيكل الديره، الحين بنستخدمه سكوتر. اوكي السكوتر دينا بنطوره بحيث انه هو يعني نبي نطور استخداماته، ما نبي نسوي جروث، ما نبي هاي، نبي نسوي له تطوير استخداماته بحيث انه يكون عنده مصادر الهام، ونقلل من شنو الفاليو بروبوزيشن ماله مره ثانيه. اوكي القيمه التي احنا شنو سوف يدفع لنا بسببها، القيمه العائد من هاي اوكي حطيت لكم انا شنو الاساسيات اللي انتم ترى تسلونها. اوكي فاذكروا التمرين الاصل اذا ترجعون للفاليو بروبوزيشن اللي انت داخل فيه كمجموعه غير عن مجموعه انت هني والمجموعه هني والمجموعه هني. كل مجموعه يكون عندها اتس اون فاليو بروبوزيشن. فاول ما تطلعوني ممكن مكتوب لي اول ما تطلعوني قبل السوندين طبعا ما تسوي فاليو بروبوزيشن من هذه. انت عندك سيكل اخذنا مساعي استهلكتنا، قالت في ناس هني في البحرين ما زالوا يحتكرون البضايع، يجيبون بضاعه وخلاص وما تقدر تشتري منها سواء يجيب شاي ولا يجيب هاي. اوكي اذا هو احتكر هل هاي فاليو بروبوزيشن؟ نعم صح؟ احتكار مو مضمون. فهذه كمثل، فهي الحين انت جبتي هاي صدق انت كنت سابقه سباقه في ذي شيء، لكن ما حد يقدر يجيب هاي السيكل؟ انا اقدر اجيبها باكر، اوكي اغرق السوق لكنها مو بالاصل شيء، الاصل ان انت شنو القيمه اللي بتستخدمينها والطريقه اللي بتستخدمينها في هذه عشان تسوي العائد انه افضل ويكون هو مصدر الهام للمجتمعين. تفضل.